سوني كانون. انت لهان واصل. قلت اشتغل عليها فيديو اشتغل 135. بس هو رجعوا. رجعوا يا شباب. رجعوا يا شباب. رجعوا يا شباب. ولدعم هذه الاتفاقية ووقوف دولة قطر إلى جانب حكومة الوفاق، وافقت دولة قطر على بناء مقر الرئاسة ومقر الحكومة في غزة بعد إتمام الحكومة، بعد تمكين حكومة الوفاق من أداء مهمتها بالقطاع بشكل كامل.